تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة واعتقال العشرات. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي، وفجرت مداخل منازل في المخيم، متسببة في تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية، بما فيها شبكتا المياه والكهرباء. وتواصل قوات الاحتلال إخلاء العائلات من منازلها بطريقة قصرية، كما احتجزت الأهالي وحققت معهم ميدانياً في ساحة المخيم.